يعني اعتقد كنا قد تكلمنا في يمكن في اللقاء السابق انه الاوفرهانج من طرح ارامكو الثانوي والطروحات الاوليه ما قبل ارامكو انها سحبت سيوله من السوق، واعتقدنا انه ما بعد العيد رغم انه طبعا الان موسم الصيف والاجازات الا انه راح يكون في ارتداد في السوق على اساس انه الطروحات الاوليه والطرح الثانوي لارامكو أصبح خلفنا، ولكن أعتقد يمكن اللي اكتشفناه في هذه الفترة مع ضعف يمكن السيولة النسبي انه السيولة التي ذهبت من أرامكو والطروحات الأولية لم تعد بالكامل للسوق خاصة في الفترة، وعلى أساس ذلك يمكن شهدنا نسبيا يعني ضعف في أداء السوق من بداية الربع او من بعد العيد الى اليوم. هذا طبعا ناهيك انه لما حسب يعني استطلاعنا في السوق انه الاجانب والانستتيوشنز او المستثمرين المؤسساتيين هم لا زالوا يشتروا في السوق، او على الاقل هم نت بايرز. اعتقد يمكن الضغط جاي بشكل اساسي يمكن ما بين المتداولين من فئة التجزئة. سيد عبد العزيز، نادين معك. اليوم ملفت انه بدانا او مطلع البرنامج كان بخبر حول صندوق الاستثمارات العامه السعودي بيقدم بالطبع فايلينجز عن ادائه بالعام 2023، انما نحن بحثنا عن استثمارات الصندوق ومن ضمنها بالطبع بشركات سعوديه مدرجه رح نستعرضها مجددا على الشاشه، عنده حصص كبيره بعدد من الشركات المدرجه. ما رايك باستراتيجيه الصندوق تجاه هذه الشركات؟ يعني كنا راينا ربما خارج من STC عملوا طرح ثانوي بوقتها، بس مش واضح هل هي استراتيجية الاستمرار بحمل هذه الأسهم والاكتفاء بالكابيتال جينز بدون تحقيقها بدون رياليزنج يعني والعوائد بالوقت اللي عليه صندوق الاستثمارات العامة مانديت للاستثمار بشكل كبير بقطاعات جديدة بالسوق السعودية بالجيجا بروجكت تنمية، يعني مشاريع تنمية كبيرة. ما رأيك؟ والله يعني يمكن حسب طبعا يعني اللي نشوفه في السوق واللي نقراه، يعني انا لست يعني من موظفين الصندوق، ولكن اللي فهمناه على لا الاقل أكيد، وما بنقدر يعني لا نستطيع أن نتحدث بناء عن الصندوق، بس الملفت هو الحصص الوازنة التي يمتلكها الصندوق بهذه الشركات. هي أمامنا على الشاشة 44% من أكوا باور الكهرباء، 74% 60% من تداول، 64% من STC، يعني حصص كبيرة يمتلكها بالأسهم السعودية. يعني انا اعتقد استراتيجيه الصندوق واضحه، يعني ومن الاساس هم ذكروا انه الشركات التي يعني توصل لمرحله الماتوريتي سواء STC او غيرها من الشركات فانه راح يكون في يعني طروحات ثانويه في المستقبل، ولكن اعتقد انه لا ننسى انه هذه الطروحات الثانويه كبيره والسوق يشهد طروحات اوليه بشكل متسارع، وعندنا الطرح الثانوي لارامكو. فاعتقد ان الصندوق عنده عامل اللي هو الوقت مهم جدا، بمعنى انه من غير المنطقي انه يعني وي كراود ذا ماركت او اننا نطرح هذه الطروحات بشكل متسارع، لان السيوله قد تكون يعني في صميم قرار الطروحات هي هذه. فانا حصص اعتقد استراتيجية لا شك بشركات كبرى. اي نعم صحيح، فلذلك اعتقد ان الصندوق يعني مستمر في استراتيجيته بالتخارج من الشركات التي وصلت الى النضج، ولكن اعتقد عامل الوقت جدا مهم، فأعتقد ممكن أنها تكون على مراحل مختلفة وليست في وقت واحد.